السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اليوم جزائر. اليوم درت لكم فيديو فريمون حاجة ديفيرونت على مش ما فندير، يعني بزاف نصائح. خلونا نبدلو شوية. اليوم درت لكم فيديو طريف، يعني من الطرائف مصبايل تاع اختكم نضحكوا شوية. دونك اليوم راح نحكي لكم شوية على الحاجات اللي جازوا عليا ومازالني شافي عليهم في صغري ضحكوا. دونك قبل ما نبدا هذا الفيديو حطوا لي لايك لهذا الفيديو باش ندير لكم واحد اخرين اللي عجبكم، واشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، كاين يوم يقول لي ما يوصلناش فيديوهات، تفعلوا داك الجرس وتابعوني في الانستغرام، تلقاوها في صندوق الوصف، هو نفس اسم القناه. نبدا لكم كي كنت صغيره كامل، نبدا بالصغر والروح. نشفى كنت سنه الثانيه، وكنت انا شيف دو كلاس، بكري ونحرصوا ولازم كامل التلاميذ يشيتوا لك باش ما تكتبيهمش وانت تحرصي. المهم كنت واش الحاجه اللي يرشوني بها باش ما نكتبهمش في الطابلو، يعني هاد اللي نحكيها يوم يتغاشى المكياج يس المكياج يروحوا يسرقوا عند يماهم ويجيبوا لي، وحده تجيب لي مكياج روج علاف، وحده تجيب لي دخاص، كل واحد واش يدي. هادي كي تفكرها ندعي ان شاء الله بنتي ما تخونش ليا، باسكو فريمون تالمون كنت نحب المكياج. وفي وقتنا كنا صغار وتعرفوا كلش انتردي، ما عندي ما وعد بابا ما كاش كاع الباكياج، ويا ربي ما عندها شويه. وخوتاتي تاني كانوا صغار، سما الكبار كانوا صغار، ما كاش باكياج في الدار، نموت على الماكياج. مالا هذه الطريقه اللي اعتمدتها باش يكون عندي ماكياج، انه يعني الواحد اللي يحب يشيت لي يجيب لي ماكياج. كاتاستروف. راح يكون من سنة السادسة كان عندنا واحد الاستاذ، انا عمري ما قراني عربيه، كان يقراني سنة السادسة استاذ فرنسي، بصح عربية دايما ننسى، من سنة أولى سنة السادسة دايما ننسى. هذاك العام تاع سنة السادسة في الفصل الأول، واقع الفصل الأول جانا أستاذ غومبلاسون وجان ويشبه فوتوكوبي ويدعمني، فوتوكوبي ويدعمني الكبير، سما دخل في قلبي، حبيت ومت عليه. والفتو بزاف، شغل كنت نعزو بزاف. مالا كي جا رايح في نهاية الفصل ودارنا حفلة، واش دير خدكم باش ندير له كادو؟ ما عندي حتى دورو، بكري ما كانوش يمدوا في الدار الدراهم، يا ربي تدي خطاف الغراء الفاكتشي بتيبا. دونك واش ندير له كادو، واش ندير له كادو، واش ندير له كادو، واش تجيها في بالكم، واش تجيني في بالي فكره شيطانيه لو كان يفيق لي بابا دوكا يقتلني. عندنا حنايا في الدار واحد البيبيوتيك كبيره فيها 3 بيبيوتيك معمره كاع بالكتابات، بابا يموت على الكتابات. دونك بالك اللي يتابعوني في الانستغرام موافقين يشوفوها، كي نروح لدارنا ندير لكم ستوري. هذيك هي المكتبه، واش راح درت؟ خيرت واش من كتاب، واش من كتاب، خيرت كتاب صغير وديته له، نسيت اسم الكتاب. واقيل كان اسمه الزهراء، واقيل دونك اسمي هكا، زعما حبيت نعطيه له كومون كادو. ومن بعد غلفته وعطيته له، هو كي شافو هكاك شغل فهم بلي كتاب، كيف طفلة صغيرة تجيب لي كتاب؟ قال لي شنو هذا؟ يا قلت له كتاب، قال لي لا ما نديش، لا ديه، تلمو اصريت عليه داه واختفى ذلك الكتاب من المنزل لحد الان، واحد ما على بالو جيسبر ما يجيبوش الفيديو. المهم عندي زبلة واحدة اخرى تاني، خطرة كنت صغيرة، ما نقولكم كنت 5 سنين، ما نقولكم كنت سنة أولى، مش فيتش بصح. كان بابا شرنا حوايج العيد، سبق فيا أنايا حوايج العيد، تعرفوا كنا صغار، حوايج العيد اللي يكون فيهم صاك، شغل حسيتي روحك ما نعرف واش دو داك الوقت، عندك صاك يعني حاجة فريمون طوب، ماشي كامل الحوايج عندهم صاك. مالاق عندي أختي كبيرة عليا بعامين، شغل كنا صغار كنا كتوام دايما نلبسو كيف نتغايرو اكسيتيرا. هذاك كان عندي داك الصاك، كنت تزوخ ونمنى عليها وهي تحلل فيا سلفيهولي ونديرو السيناريو تاع العيد، زعما شوفي انا كي كون حاطه مدار ماني نحبط هكا هكايا، ومن بعد انتيا كي تشوفي بنات الجيران سلفيهولي هكا تبلعط فيا وانا نتكبر ودايره رايي. المهم ما جاي الحق العيد، ليت العيد بابا شرا حوايج العيد بالصاك. مقرب بنت داك العيد مازالني شافي عليه، تالمو داك الاحساس كان محبط باسكو شتو واحد كبير دايما يحقر الصغير، سما كي صحات لي داك لوكازيون تاع الساك باش نشوف روحي ونتفاخر ما صحات ليش، سما داك العيد جوزتو كحل على جال الساك، مازالني شافي عليه. خطرة عاد روح يكون للسياب، كنا وتيماني واقيل وتيماني، انا صاحبتي
كنا جايين طريق هكايا، ومن بعد تشهينا باتيسري دخلنا ناكلو، دخلنا الباتيسري باش ناكلو. ومن بعد شفنا اتيرتنا واحدة مدورة كبيرة، داك الوقت كانت 45,000. ومن بعد قلنا واش نديرو يا ربي، انا اللي كنت حنشريها، وانا نموت على الباتيسري لحد الساعة، نموت على الباتيسري. قلت شوف نشوف ديك الكبيرة وما نشوفش هاد الصغار، كنا حنشوف شحال من وحدة صغيرة، كنا نشوف الكبيرة ديريكت. وقلنا بصح وين ناكلوها؟ اما لك راه حنا قلنا نروحو عند صاحبتنا واحدة اخرى وناكلوها معاها. خلاص احنا فرحانين ميتين مشهيين، خلاص الريو كيسيلو. وبعد هاديك كي دخلنا عند صاحبتي هادي، بدات هي الكوزينه كدا. ومن بعد جا وقت القهوه، انا نشوفو في السيرفيس تحط والكوفيط والكاطو بور الباتيسري ما حطو هاداش الشغل، هما من عادتهم تاع ما يحطوش باش يجيب الضيف. حنا قريب بنتنا مازلنا شافينا ليها للاهل تلاقى بها صاحبتي هذيك، قولها تشفي الباتيسري اللي ما كليناهاش. سم خرجنا بالدموع، حنا كنا مشهيين باتيسري، ودينا باطا باتيسري. شكون يجيب باطا باتيسري الدراري صغار؟ ما كانش كاع كيفا كنا يا ربي شحال تخازن في عمرنا عاقل. نروح لكم بخميه غاني تاع الليسي. واش درت خطره هادي هادي شغل حكاتها اختي وانا طبقتها. او هذا ستيلو طاح. حكاتها اختي وانا طبقتها. اختي كانت من داك هكا كي تحب دير زبايل شويه في المسيت، تهبل شيوخة ولا تقبح، دير واحد العفسه تقعد مالور كامل هكا ودير شي خاوي يقرا ويدير وشي خويا يعرف شكون ويتهبل. مالك انايا طحت في شيخه الشر، تعرف شو الشر؟ الشر عمري ما تلاقيت انسانه مشراره لهذا الساعه، بل كنت تلاقى بها كش ما قولها كلمه عيانه، تلمو انسانه شريره تاع الصح. وتقريت تاريخ وجغرافيا، حسب روحها تقري سيونس اكزاكت، عمرها ما تمد لها نوت. المهم انا كنت نكرهها، سما نحبو نطوشو عندها سكاره. ما انا كنت قاعده، انايا كنت قاعده شتو الباب بيرو منا والباب منا، انا كنت قاعده منا مع الاخر، نمشي مثلا نقعد مع الاخر نقعد مع الاول زعما التلاميذ المجتهدين. المهم داك النهار كنت قاعده مع الاخر، وبعدها بديت ندير لها هكا ممكن ندير انا ما نغلقش فمي، شغل نحل فمي بان بلي شغل راني نهدر هكا، بصح ندير وبعد تكشفني واحد يقعد قبلي، هو قايار وحسو خشين قراب مرودو بلي شحال من راس كبير. كي شافني بدا يضحك، عجباتو الفكره راح دارها، واش دار ودارت لي عرفات بلي هو عبالها هو كان يدير كامل هذاك الشيء. اخر اجبره ما نعرف كيفاش عقباتو، نسيت بصح داك النهار مت بالضحك. جاي عند لاش كي شي عند خلصها ددلوبي وددلوبو. نعدي لكم سنه السادسه خطرة. هاديك الفكرة فغيمون دراري صغار عندهم واحد الحيل ما يدوش كاع في البال. تعرفوا كيما قلت لكم الصغر كنا زقوا ما كاش كاع الدراهم، وتتشهي مليار حاجة وبكار ما يعطوكش، يعني هي من حسن التربية الواحد دراري صغار ما لازمش يكون عنده بزاف دراهم في جيبو، ما كاش ارجون بوش لدراري صغار. المهم كنت قدام المسيد، والمسيد بعيد على الدار بزاف، بعيد ماشي تاع اللي تروحي وتعاودي تولي، بزاف بعيد. وجات علينا لحيت بابا، ما عرفش سمو هذيك لحيت بابا، ديك اللي ديروا ليها هكايا ويعطيك تاكليها، شغل جايه هكايا كبيره بيضاء هكايا تاكلي منها. هذيك لحيت بابا انا نحبها كراف للان، يعني كل ما نجوز عليها راجلي يشري لي بها على بالو بلي عيني يشعلوا فيها. المهم شفتها هكاك وخرجوا عينيا فيها، وحبيت ناكل ما عنديش دراهم، واش ندير واش ندير، درت 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 كي الثعلب درت درت درت. ومن بعد رحت ليه، جاتني فكره شيطانيه، رحت ليه قلت له عطيني وحده، هو بدا يجيب كملها كامل وعطاها لي، شديتها انا في يدي. ومن بعد درت يدي في جيبي اي نحوس، ياه وراي 500، هذيك كانت 500 اللي شافي وراي 500، ايا بديت نحوس زعما تحت الطابله تاعو كوكو طاحت لي. وبعد ما عرف زعما بلي طاحت لي، قال لي خلاص معليش ديها ديها، قمت بالفرح ورحت كريتها باطل الحمد لله ربي ما كانش يحاسب هذاك الوقت. وشنو تاني نعاودو نديرو ريو سنة تانية. هادي الزبلة كي نتفكرها فريمون نموت بالضحك. كان عندي واحد الكورطاب ديال تشوفو كاطب تاع بكري، ايبر كاري هكا كاري، وفيه في الوسط هكايا، وهنا هذيك اللي تطق تدخل كاري، ما فيه حتى فيمينيتي
وكانوا خرجوا بداو يخرجوا دوك الكراطب تاع باغبي وشابين وكذا، وانا مازالين ندور في الكراطب تاع سنه اولى، هو نفسه تاع سنه الثانيه. داقت لي داقت لي داقت لي من بعد تيك واش ندير يا ربي، باسكو انا من صغري نحافظ على دوزاري ما يتقطعوش، حتى الصبابط ما يتقطعوش، حاجه ما تقطع لي. ومن بعد هذاك الكرطاب ما حبش يتقطع وصحيح بزاف، وانا بابا ما يشيناش كرطاب غير لا تقطع. دونك واش درت له ايفاجيني باش نبين له بلي كرطابي تقطع، ماشي نروح نقطعو زعما في جهه هكا ولا من تحت ولا. واش درت له؟ شفت الكرطابي خي جاي هكايا هكذا، هنايا هنا هنا في الواجهه تاع الكرطاب، في الواجهه راح شديت المقص وتقبت تقبه هكايا هكايا يعني هك هك وهك مثلث لاباس به شباب بتقب مليح تقطع مليح بالمقص، وديته لبابا قلت له شوف كون طابي تقطع. هو تيلمون جاتو هذيك لي دي ستوبيد كي بدا يضحك لما هو يخبطني. وبعد واقيل شا لي كون طاب واقيل ايه. وهذه اخر حاجه نحكي لكم، لا عجبكم الفيديو قولي نزيد لكم. خطره كنا في البريمير نقراو بعيد، انا واختي كانت كبيره عليا بعامين، نقراو بعيد بزاف، سما في رمضان ما يكفيناش الوقت باش نعاودو نولو، شتو رمضان دائما ينقص الوقت، سما يخلوناش نعاودو، ما يكفيناش الوقت نروحو لدار نعاودو نولو، نقعدو عند المسيد وما يخلوناش نقعدو داخل المسيد، الوغ نقعدو برا انا واختي. كي تجي جا المشمخين هذاك رمضان كان فيه الشتا 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 والبرد البرد، وحنا قاعدين برا ومرات مرات نصومو نموتو بالشر يعني سوفرونس كحله. نقعدو هكا تحت كاش حيط ولا وشتا تصب، وحنا قاعدين هكا كي تجي جا خاك يتفكر دوكا موت بالدار، سبحان الله الوقت كيفاش يتبدل. ومن بعد ودتنا وحده معاها، ماشي شوف ما تقرا معايا ما تقرا مع اختي، تقرا بيناتنا، تسمى بيناتنا عامين، وقينا كنت انا الثالثه ولا الرابعه اختي السادسه وهي الخامسه. ودتنا معاها دارها قدام الدار، دخلونا لداخل ما نعرف الا كنا فاطرين عطاونا نفطرو نسيت. ومن بعد هذيك ايه كنا فاطرين، كنا فاطرين وكانوا عندنا سندويتشات هكا يا صغار في جبنه مشمخين ناكلو فيهم هكا. بنا لهم بنا لهم شغل مساكين محتاجين فقراء الشيخ كلاس، شغل كارثه، ما زلت شتا تصب عليك وانت بداك المونتو سكاي وتاكلي في الخبز بدون مأوال بدون ملجا، يعني منظر كارثه. وما كنا عارفين بلي بابا داك الوقت كان مدير يتغاشى. المهم بصح ما كاش حل يعني، تقعدي برا داك الوقت المسيد ما كاش حل يعني يدخلك ولا والو، تقعدي برا تقعدي برا. المهم واش داروا كي شافتنا يماها، وكانت واقيلا هي يماها ساكنه عند عجوزتها، سما كانت ديك الدار فيها بزاف الناس ماشي غير الام والاب، عادوا يتجمعونا في الحوايج، تجمعونا الحوايج، جابونا زوج كراطب قد الدنيا زعما كصداقه، وديناهم حتى العشيه اللي بعدا طغاشات قريبات. قلت لها يا حين الدم حياك على بناتي، ولا يجيبوا لي حوايج الناس فريمون. هذيك اللقطه ما ننساهاش ابدا، شغل واحد بدل انت لاباس بيك، واحد جمع لك هكا حوايج تاع الصداقه حوايج قدم، فريمون هذيك اللقطه ما ننساهاش ابدا. فوالا جينيرالمون هذا واش جمعت لكم اليوم، الى عجبكم الفيديو هذا قولوا لي في التعليقات وحطوا لي لايك باش نعرف باش نزيد لكم زباين واحد اخرين. غاكم تهلاو في روحكم، انا نروح ندير مونتاج ومن بعد نروح نطيب خبز فطير، بلوستي راهي راقده، راجلي راهو راقد، الدنيا راهي كالم. نقولكم باسي اون بون جورني، بون نتوما تشوفوه في المساء، انا دوكا راهي الصباح. تهلاو في روحكم، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله، سلام.